سيادنا السلام عليكم. اليوم درنا لكم واحد سكوب واعر. جبنا لكم اول انسان على وجه البسيطه، واكتشفنا لكم بان سكان المغرب الاولون ماشي هم البرابره بل هم السابينز، وفرحنا واخا ما كان سهل. جبنا لكم سيمون معنا اول انسان على وجه الكره الارضيه. قول لي اشنو هو الاحساس ديالك من بعد ما لقيت راسك اول واحد في التاب نادميت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنعطي هذا الفوز ديالي لعائله ديالي، عائله العياشه اللي دعموا لي وساندوا لي، وكنسلم عليهم بواحد بواحد وما عارف يفوز. عليك الفوز. دابا غادي نسولوك، يعني لقيتي راسك اول واحد في التاب نادميت، ماشي سهل باش تجي انت هو الاول وقراتك انت اول واحد في وجه الكره الارضيه. حاجه واحده اللي بغيت ندير هو انني غنلبس الدرابو ونجيب الصوره وانا كنبكي. الدرابو فهمنا انك فرحان، ولكن البكا علاش؟ ما عرفتش، شدتني البكيه وتبوع نزل خيط من السما. البكيه زعما ليموسيون طاح ليا الدم. وليني علاش غاطي عليك الدم؟ جيت انا الاول في البشريه وحتى واحد ما تلقى ليا في المطار، واش انا نتسنى تاع الموت عادي يديروا لي التكريم؟ ولكن غير هذا الشيء ما يبقاش فيك الحال. كاع اللي كيجي الاول في هذه البلاد نفس القضيه. مثلا عويطه جا هو الاول شاف حالاته، القروج جا هو الاول موظف شبح، بقات لينا نوال المتوكل جات هي الاولى بقى فيها مسكين دابا على البروشينغ. من هذا الميني بار نوجهو لهم التحيه. ودابا من بعد ما لقيتي راسك انت اول واحد على وجه الكره الارضيه ولقيتي راسك افريقي ومغربي، شنو هما يعني المشاريع المستقبليه ديالك؟ اللي بغيت ندير هو انني غنمشي نحرق ونبقى في الغربه احسن ليا. علاش غتمشي للغربه؟ حيت هاد البلاد عطات غير البراني. مشيت انا لتما نولي براني مع راسي، مش بعدا برانيت مزيان ونقدر نرجع وتحسن الحاله هنا شويه. حتى هذا نظر.